السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. إذا مرحبا في هذا الفيديو اللي غنشوف فيه إن شاء الله كما هو واضح في العنوان، لماذا نهاية دالة حدودية عند زائد ما لا نهاية أو عند ناقص ما لا نهاية كتكون هي نهاية الحد الأكبر درجة. إذا هذه كناخذها في الدرس كخاصية تنخدم بها مباشرة، يعني عندما تكون عندنا دالة حدودية ونريد حساب نهايتها عند زائد ما لا نهاية أو عند ناقص ما لا نهاية، إذا مباشرة تناخذ الحد الأكبر درجة وتنحسب النهاية ديالو عند زائد ما لا نهاية أو عند ناقص ما لا نهاية، بخلاف عندما تكون النهاية عند نقطة فإننا نعوض العدد x في الدالة ثم نحسب النهاية مباشرة. مثلا نأخذ أنا هذه الدالة الحدودية، هاي f لx كتساوي x أس 3 زائد x أس 2 ناقص 2x، إذا هذه دالة حدودية. إذا عندنا ثلاثة ديال الحدود، عندنا الحد الأول x أس 3، الحد الثاني x أس 2، والحد الثالث ناقص x أس 2. إذا كنشوفوا هنا عندي أس 3، عندي أس 2، عندي أس 1، إذا أعلى أس هو x أس 3. إذا دابا هنا إلا بغيت نحسب النهاية ديال هاد الدالة اللي هي هذه، اللي هي هاد الدالة هذه، إذا هذا هو التمثيل المثالي ديال الدالة الحدودية. إذا فإلا بغيت نحسب النهاية عند نقطة معينة، عند نقطة مثلا إلى كانت عندي x1، هاي النقطة x1. إذا إلى بغيت النهاية ديال الدالة f لx عند x1، راه مباشرة تتكون هي f لx1، كتكون هي f لx1، إذا اللي هي هذه. إذا كنلاحظ هنا، إذا ها هو التمثيل المبياني للدالة. إذا أنا ما كنخدمش في المبيان، تنخدم هنا مباشرة بلا ما كنوصل للمبيان، أنا بغي غير نوضحو بالمبيان أشنو تنحسبو هنا جبريا، أشنو تيعني مبيانيا. إذا إلا خديت واحد النقطة إكس واحد، بغيت نحسب هنايا النهاية ديال الدالة إف لإكس عندما يؤول إكس إلى إكس واحد. إذا هنا راه مباشرة تنجي تنعوض تنحسب، مثلا إلا طلبوا مني إذا أنا كتبت بصفة عامة، إذا إلا كانت عندي، إلا طلبوا مني النهاية ديال الدالة ليميت دو إف لإكس، إذا هنايا نسيت إف لإكس، إذا هنا هذه المرحلة الأولى، إلا كانت عندي دالة حدودية راني تنعوض. كنتمنى اللي ما شافش الفيديو الأول يشوف، لأنني وضحت فيه مفهوم نهاية الدالة. علاش كنعوضو ملي تنقولو دابا الليميت ديال f لx عندما يؤول x إلى x واحد هي f لx واحد، علاش تعطيني f لx واحد؟ إذا في المبيان في الفيديو الأول غتوضح لنا الروحية علاش تنديرو f لx واحد. إذا في هذه الفقرة الثانية غنشوفوا النهاية عند زائد ما لا نهاية لدالة حدودية. إذا هذه الحدودية بالنسبة عندما يؤول x إلى عدد راه تنعوضو مباشرة تلقاو النهاية. دابا عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية ناخذ المفهوم ديالو بعدا ديال هذه الدالة نفهموها مبيانيا. إذا x هو x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية، أشنو تنقصدو يؤول x إلى زائد ما لا نهاية؟ ملي x تيبدا يكبر، هاد x كيساوي أو يؤول إلى زائد ما لا نهاية، ها فين تنقراوها هنا هي هادي، إذا هي زائد ما لا نهاية، إذا x يكبر على محور الأفاصيل، يتجه نحو زائد ما لا نهاية، هي هادي. شنو هي النتيجة؟ شنو هي الليميت؟ إذا الليميت ديال f لx هو الصورة ديال f لx. إذا عندما يتجه x إلى زائد ما لا نهاية صورته تتجه إلى ماذا؟ هي تتجه حتى هي إلى زائد ما لا نهاية. إذا نتلاحظ ملي تصغر x يعني تتجه نحو الصفر، إذا كتبقى تصغر حتى الليميت، حتى الصورة كتبدا تصغر.
المقصود احنا عندنا هو الجذر السالب عندما يتجه اكس الى زائد ما لا نهايه، اذا هو اكس يتجه نحو زائد ما لا نهايه، هذا هو عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه، هذا هو التاويل ديالو. عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه الداله تؤول الى ماذا؟ اللي هي الصوره، هاي الصوره اللي هي النهايه، تؤول الى زائد ما لا نهايه، هاي تؤول الى زائد ما لا نهايه. بالتالي تنقول ان الليميت ديال اف لي اكس عندما يؤول الى اكس الى زائد ما لا نهايه هو زائد ما لا نهايه. دابا شنو المقصود ديالنا حنايا؟ دابا هو نفهموا علاش حسابيا ملي كنبغي نحسب الليميت ديال واحد الداله حدوديه، تقدر تكون الداله طويله مثلا فيها 6 ديال الحدود او 7 ديال الحدود، علاش مباشره تنمشيو تناخذوا الاس الاكبر، الحد الاكبر درجه، يعني اللي عنده الاس اكبر. علاش هنا غناخذ واحد الداله، انا اعتبرت واحد الداله، هذه الداله هذه شنو هي؟ هي اش لي اكس. اذا انا غناخذ هنايا، اذا هذه الداله هذه، هذه الداله هي هي اش لي اكس. اذا شوف معايا دابا، اذا انا عندي الداله الاصليه اللي هي الداله الحدوديه، ومن بعد رسمت واحد الداله جديده، داله جديده رسمتها هي ذات بالخضر، شنو هي؟ هي هذه، هاي هي هذه. دابا هاد الداله اف لي اكس اللي هي الداله الحدوديه اللي حنا اصلا خدامين عليها هي، ولكن رسمت واحد الداله جديده، شنو سميتها؟ سميتها اكس اس 3. علاش سميتها اكس اس 3؟ بحال خديت هاد الحد الاكبر ونشوف شنو علاقته، شنو علاقه هاد الداله اللي هي اكس اس 3 بهاد الداله الاصليه، شنو علاقتها؟ علاش تناخذو حنا هاد الاس الاكبر وتنقول بان النهايه ديال الداله كامله عند زائد ما لا نهايه وعند ناقص ما لا نهايه راه هي النهايه ديال اف لي اكس، هي النهايه ديال اكس اس 3 هو الحد الاكبر، هي هذه. اذا باش تتضح لنا الصوره، انا غنشوف عند زائد ما لا نهايه، اذا كنشوف الداله اف مع الداله اش اللي هي اكس اس 3، اذا كنشوف راه غاديين بحال غاديين شبه منطبقين. اذا الا مشيت للاتجاه الاخر اللي هو اتجاه، عفوا، الا مشيت للاتجاه ناقص ما لا نهايه، اذا تنشوف هما الداله راه غاديين بشكل متقارب من حيث الصور، من حيث الصورة متقاربين شيئا ما، منقولوش نفس الصورة ولكن متقاربين شيئا ما. دابا باش نوضح هنا، باش نوضح هاد الصورة، شنو درت دابا؟ إذا خديت هاد العدد إكس، خديت هاد العدد إكس، ها هو الصورة ديالو بالدالة إف هي هادي، هي إف لإكس واحد، هي إف لإكس واحد هاي. دابا شنو بغيت ندير أنا؟ غناخد الصورة ديال هاد العدد إكس بالدالة أش اللي هي، غناخذ هذه النقطه هذه وناخذ النقطه دي، اذا ها هي هنا، اذا هاد اكس الصوره ديالو بالداله اف هي اف لي اكس واحد، والصوره ديالو بالداله اش لي اكس هي اش لي اكس واحد. شنو العلاقه؟ هذه الصوره دابا بالداله اف وهذه بالداله اش لي اكس. اذا دابا الى بدلت، شوف، عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه فهاد الداله اف لي اكس الى ماذا يؤول اكس؟ هو غادي تيكبر، غادي تا هو تيكبر، هو غادي نحو زائد ما لا نهايه. ولكن غنشوف هنا، غنشوف بالنسبه للداله اكس، بالنسبه للداله اكس اس 3 فين غادي الى ماذا يؤول اف لي اكس اش لي اكس واحد؟ راه حتى هو يؤول الى زائد ما لا نهايه، حتى هو يؤول الى زائد ما لا نهايه. اذا كنشوف هذه الداله اش لي اكس اللي هي اكس اس 3 والداله اف لي اكس اللي هي داله حدوديه عندهم عند زائد ما لا نهايه نفس النهايه نفسها. اذا هنا تنشوف انا واخا يكبر اكس بما فيه الكفايه، واخا يبقى يتجه نحو زائد ما لا نهايه، اكس عندما يؤول الى زائد ما لا نهايه، اذا هذا العدد اللي هو اف لي اكس واحد راه تيكبر، راه غادي نحو زائد ما لا نهايه. وبنفس الطريقه راه كتشوف متقاربين واحد شيئا ما، اذا 1848 1728 ما كاينش فرق كبير. اذا غاديين، اذا كل ما مشى اكس نحو زائد ما لا نهايه، الصوره ديال العدد اكس بالداله اف يذهب او يؤول الى زائد ما لا نهايه، ونفس الشيء بالنسبه للداله اكس اس 3. اذا هذا باختصار حتى نفس الطريقه الا خدمت على ناقص ما لا نهايه، اذا ما يمكنش نعاود نفس الخدمه. لو كانت هذه الداله عند زائد ما لا نهايه تؤول الى ناقص ما لا نهايه، حتى هذه الداله حتى هي غتكون تؤول الى ناقص ما لا نهايه. اذا هذا باختصار ما يمكن نقول علاش لماذا نختار الحد الاكبر لدراسه النهايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.